اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اولويه ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا معربا عن التطلع لتعميق وتطوير افاق التعاون المشترك. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الاقتصاد والماليه الفرنسي برونو لوميير وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبحضور عدد من الوزراء. حيث طلب نقل تحياته الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤكدا اولويه ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في ضوء زياده الاستثمارات الفرنسيه في مصر من خلال المشروعات القوميه العملاقه استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والماليه الفرنسي وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير الماليه والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيده نيفين جامع وزيره التجاره والصناعه وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان السيد الرئيس طلب نقل تحياته الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤكدا سيادته اولويه ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا ومعربا عن التطلع لتعميق وتطوير افاق التعاون المشترك في هذا الصدد في ضوء الزخم المتواصل الذي تشهده العلاقات الاستراتيجيه بين البلدين فضلا عن زياده الاستثمارات الفرنسيه في مصر من خلال المشروعات القوميه العملاقه والتحسن في المناخ الاستثماري وكذا شبكه البنيه التحتيه الحديثه من جانبه نقل وزير الاقتصاد والماليه الفرنسي الى السيد الرئيس تحيات الرئيس ايمانويل ماكرون مؤكدا حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومه المصريه في مختلف المجالات التي من شانها ان تصب في صالح العمليه التنمويه الجاريه في مصر. لا سيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الاصعده من خلال انجاز العديد من النجاحات الاقتصاديه بالاضافه الى محوريه الدور المصري في ارساء دعائم الامن والاستقرار في منطقه الشرق الاوسط وشرق المتوسط ومشددا على اهميه زيارته الحاليه الى القاهره باعتبارها بدايه حقيقيه للتنفيذ الفعلي للمشروعات الكبرى الوارده في حزمه التمويل الشامله التي تم عليها بين البلدين في يونيو 2021. وقد شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا على المستويين التجاري والاقتصادي، خاصه في قطاعات النقل وتصنيع السيارات الكهربائيه والبنيه التحتيه والذكاء الاصطناعي والاتصالات والخدمات الرقميه وتدوير المخلفات وانتاج الهيدروجين الاخضر.